يعطيك الصحة علي. أنا باش نسأل ساندرا ردبيك تعاونها، دونك باش نقول لك ساندرا أنا باش نعطيك أسماء، دونك هذه الجو نتاعنا موجود وركن قار في طاولة شيف، وأنت تعبر لي عليهم إذا جاوا ماكلة شنو ينجموا يكونوا، تختار إذا جاوا طبق تاع ماكلة ولا غلة ولا خضرة، أسماء معروفين للعموم ويمكن تجمعك بهم علاقات خاصة. باش نعطيك الاسم الأول، عايش عطية. عايش عطية تشيز كيك. تشيز كيك. تشيز كيك. أها. إيش معناها تشيز كيك؟ عبر لي أكثر. يعني. شو هو الجانب الباهي في تشيز كيك والجانب الخايب في تشيز كيك؟ حاجة حلوة. أه؟ حاجة مذخمة هكية مزيانة منظرها مزيان، تبدأ تكل تكل وتستنى في اللحظة ذيك. بالضبط. فوالا. تبدأ تكل تكل وتستنى في اللحظة ذيك فيها متعة. مريم. عايشة عطية. كان جيت خضرة ولا غلة ولا أمبلا، شنو أكثر حاجة تنجم تعبر عليها؟ أمبلا. بون، إذا كان غلة نتصورها كعبة فريز. أها. كأنيقة ولونها لامع في وسط الغلة. فريز بلدي بنين. إي البنين. ولا الفريز الآخر. لا لا الفريز، الفريز البنين. ما تدخلناش فيه متاهات. إي لا. لا لا بالحق محليها البنية معناتها دونك أنا هكا نراها كوكيت و مزيانة. ومذخمة ومحليها ومزيانة والكل. فريز، فريز قليبيا. إي. باهي برشا. هاكا فاسكيت لك انا. باش نعطيك اسم اخر، مرام بن عزيزه. مرام الاخ كيف كيف حاجه حلوه، خم كي تقول لي مرام نخم في حاجه حلوه. اعطيني مثلا بلا. عاوني عاوني في البسباس. عصيت بوفريوا. اي عصيت بوفريوا. انا ما بعرف مين مرام انا بس يلا. عاونك هو. عصيت بوفريوا. عصيت بوفريوا. تعبر على كونها كونها مرام. بوزة بنينة في رمضان. بوزة كونها مرام بن عزيزة تنجم تكون عصيت بوفريوا. ايه. مدردرة هكاكا. شنو مدردرة؟ كلمة مدردرة نحس عندها كونوتاسيون. احنا نقولوا بالجنوب يعني معصدة. بنينة هكايا معصدة بنينة الطعم كان في البوفريوا، كل ما تهز مغرفة تحس روحك حطيت كيلو بوفريوا في فمك. نورمالمون يبعثوك في تابع السلك الدبلوماسي انت المرة. صحابي راه. من الأسماء اللي باش نقولها كان ثم اسم عندك ليه تشخيص نفسي ما يسالش تنجم تاخذ من الأسماء ال يعني دياغنوستيك. دياغنوستيك مش الشخصية اللي تعرفها عموما كعامة الناس، احنا نتفرجوا من خلف الشاشة ونتعاملوا مع الأسماء هذيا. حطوا شخصياتهم على ذمة الناس، نجموا نعطيوا رأينا فيهم. إذا أنت عندك واحد من الأسماء في فكرك وتحب تعطي عليه توصيف تنجم تدخل كأخصائية في علم النفس. باش نزيد نكمل مع مرام بن عزيزة. دونك اسم آخر المريم باش يكون خولة سليماني. خولة سليماني. نصورها في الهيلثي. خولة سليمانية سبورتيفة و مسوسة. لا مش مسوسة. شيف شنو صراحة جمهور كي نقول لكم الهيلثي شنو تقولوا؟ مسوس ساعة توا لا نوفيل توندونس نتاع لا نوفيل توندونس نتاع الهيلثي وليت فما دي بلا معناتها بنين يعملوهم سورتو توا الانستغرام إلى ديجاجي برشا حاجات جديدة والكل. علاه هي في الهيلثي بالذات؟ في الهيلثي خاطرها سبورتيفا. ضعيفة. لا لا سبورتيفا كاريمون اتليت معناها ومسكلي والكل. تحب برشا سبور. تحب برشا سبور. دونك نتصورها هكا سلاطة مشخشخة فيها بروتيين فيها فخوي سيك فيها كل شيء معناتها تو تبارك الله تعرف سلاطة قاعدة وصل سوم 30 ما شاء الله 30 واش 30 منها الحكاية بكا وامور كبيرة جاوب به. دونك سمير الوافي كي نقول لك ساندرا سمير الوافي. اختار فروي اختار خضرة. فما الخضرة ما شاء الله خيرات، فما الليتيو فما الكرنب فما البصل فما البطاطا. بطاطا خير كل فلفل. نعرفش صحن كفتيجي حار محرحر. كفتيجي كفتيجي حار انا ما تفهموش تعمل هكا وتقول حار. كفتيجي مش كل شيء واضح فيه معناها. علاش مش كل شيء؟ ليه كل شيء واضح؟ شنو هو اللي واضح؟ هو كفتيجي مسطر كلمة ساندرا شاطرة صراحة مستحيل. لا أستاذ علي أول شيء أول مرة تصافح فيها الكفتيجي فهمت شنو المكونات نتاعو؟ طبعا ماهوش واضح كما قالوا طبعا باهي مش كفتيجي مبدل. لا مش أنا صحيح ما عادش نجم تبدل أنت محرحر كفتيجي حار محرحر معناها
باهي نفهموا في السونس الباهي. السونس الباهي ديما. باهي. انا باش نشد الصحيح لانه مدام منيا تنجم تعطينا توصيف للشخصيه. دياغنوستيك لشخصيه سمير الوافي حسب متابعتك ليه. خلينا نقولوا بسيكاناليستيزي. ايه. هو؟ ميساج. يز. كهو؟ لا عاد خليني نقول انا مثلا. لا ميساج. سمير خاطر يتبع. خاطر ينجم يشوف الفيديو. ايه. يكون حاضر، نجم تعطينا تشخيص لشخصيه سمير الوافي وسر الحاحا. اعطيها دياغنوستيك بكل تجرد. لا هو معناها في الجانب الباهي والخايب فيه. بكل تجرد بكل موضوعيه هو إذا يجيك سمير ويقول هو لما حاله شخصيه ناجحه يحب معناتها يحب خدمته يحب يقدم حاجه مزيانه للبيبليك او ميم طون يدخل ياسر في الانتيريور معناتها نتاع اللي يستضيفهم وهذه حاجه باهيه هذاك علاش قلت لك بسيكاناليست نعطيه حتى بخلاف الحاجه الباهيه عندوش جانب يلزم يعرفه في شخصيته ويخدم عليه يصلحه اكثر بصراحه بكل صراحه. انه يعني الباريير ساعات بينه وبين الانسان المقابل معناتها لو ريسبتور ماذا به يخدم عليها شويه خاطر الباريير اوترومون يعني يفو با ترو فونسي دون لا بيرسوناليتي دي زوتر يلزم يخلي شويه ديستانس دو سيكوريتي باش المتقبل يحس روحو معناها بلغه اخرى فوالا فوالا هذا محلي زيد شويه باهيه باهيه الدبلوماسيه تختو سيترون اكلي بنينه و اون ميم طون هكا فيها موضه وفيها كلها فهمت بكل صراحه بكل تجرد دونك تحيه لسمير الوافي يعطيك الصحه استاذه دونك احنا مازالنا اسم زوز مازالنا مريم معاك انت جعفر القاسمي دومينيك وجول تحيه جعفر نحبه برشا صديقي وخويا ما جابش تكون موضوعيه راني اما والله لا اللي باش نقولوا يعرفوه الناس معناتها مش انا كان جا غله لشنو يشبه كان جا غله لشنو عمل ريجيم ما يشبهش البطيخ لا هو عمل ريجيم ورجع شوي رجع يشبه البطيخ معناها نجم نقول انا ما قلتش يشبه البطيخ لا انا اعطيتك سؤال انا خطير انا شايف هذا الشيء بيناتكم يسالش دلاعه فما بن مدلاع ما وفيتامينات وزين وعين ورزانه دونك دلاعة دونك حسب مريم الدريدي جعفر قاسمي دلاعة ها دلاعة مغروسة في راس الدلاعة دونك كيف كيف ساندرا جعفر قاسمي شنو الغلة ولا الخضرة اللي تمثل بها جعفر قاسمي ما تمشيش للخضار كي تتخيل قدامك خضرة حاجة تشبه الجعفر القاسمي خضرة مش غلة خضرة ولا غلة هاي خضرة خضرة نقولوا خضرة خضرة ما نعرفش خضرة الحقيقة مانيش طيبة في الخضرة. عاونها مريم عاونها أي خضرة. ينجم يكون قل لي مريم خس خس هاي كرومب طمطومة كبت مطمة أي ينجم يكون كعبة طماطم باهية خاطر الطماطم اللي جات في الخضرة اللي جات في الغلة هي فروي جامعة ما بين هنا وهنا التنوع هذاك في جعفر محلاه فكعبة طماطم حمراء محلاه هكا بنينة كلي هكا يا خويا المقام اللي تعزف عليه ما لقيتوش تفسير